عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم حصة جديدة في مادة الفيزياء للصف الثاني ثانوي. ندرس في هذه الحصة الموجات أو خواص الحركة الموجية. الموجات من حولنا، طبعا الموجات من حولنا المنظورة ممكن نشوفها في الطبيعة، الموجات المائية لو كان عندنا بركة ماء مثلا ساكنة وألقينا حجر في بركة الماء، نلاحظ حدوث دوائر متحدة في المركز، ومركزها يكون نقطة المصدر أو الحجر اللي لقيناه في البركة. هذه من الموجات. الموجات الأخرى موجات الحبلية، نفترض أن ربطنا حبل في حائط ومن الطرف الآخر مسكناه باليد وقعدنا نحركه في الحبل بهذه الطريقة، حنلاحظ حدوث موجات، يعني قمم وقيعان، وهذا يسمى بالموجات الحبلية. يبدأ هذه المثال على الموجات المائية. شوفوا هذه الدوائر. النقطة هذه أو المركز هذا مركز الاضطراب أو نقطة السكون، هذا مركز الاضطراب ونقطة السكون، ومن هنا نقدر نعرف الموجة، نقول هي اضطراب لحظي ينتقل من مكان إلى آخر بمرور الزمن، يعني انتشار للاضطراب من مكان إلى آخر. فالمية الراكدة تبقى راكدة إلا إذا أحدثنا فيها اضطراب باليد أو بقطعة أو بالحجر، وبالتالي يحدث فيها اضطراب. الاضطراب هذا هو اللي ينتقل من مكان إلى آخر، وانتشار الاضطراب من مكان إلى آخر. شنو هو الاضطراب؟ الاضطراب هو إزاحة أو تضارب. يا أما يكون عندي مثلا لما نحرك المية بهذه الكيفية حتنزاح عندي جزيئات الوسط، يبدأ إذا تباعدت جزيئات الوسط عن موضع السكون نقول عن الاضطراب هنا شنو يكون؟ إزاحة. أما إذا اقتربت جزيئات الوسط من موضع السكون نقول عن الكلام هذا تضارب. هذه الموجة الحبلية. الموجة الحبلية مثبتة هنا بحائط، طرف الخيط في اليد تحرك إلى أعلى وإلى أسفل، نتحصل على موجة لها قمة وقاع، لها قمة وقاع. الملاحظات: مصدر أي موجة هو اهتزاز أو تذبذب، يعني ما فيش اهتزاز ما فيش تذبذب ما نتحصلش على موجة. الحاجة الأخرى: الحركة الموجية تنقل الطاقة، بالدليل موجات الصوت وموجات الضوء، وهذين كلهن عبارة عن موجات تقوم بنقل الطاقة الصوتية والطاقة الضوئية، زي الموجة الحبلية هذه تقوم بنقل الحركة من نقطة إلى أخرى. لكن هناك شرط: دون انتقال الفيزيائي للوسط، دون الانتقال الفيزيائي للوسط، يعني النقطة هذه مثلا تحرك إلى أعلى إلى أسفل لكن ما تنتقلش. الحركة تنتقل لكن النقطة عند هذه مثلا عند هذا المكان عند القاحنة تتحرك إلى أعلى وإلى أسفل ولكن ما تتحركش إلى الأمام وإلى الخلف، يبقى دون انتقال الفيزيائي للوسط. أنواع الموجات. الموجات تنقسم إلى موجات ميكانيكية وموجات كهرومغناطيسية، هذا التقسيم العام اللي فوق. الموجات الميكانيكية هي الموجات اللي تحتاج إلى وسط مادي. الموجات الكهرومغناطيسية لا تحتاج إلى وسط مادي، وفي المذكرة مش حنحتاج لها واجد الموجات الكهرومغناطيسية. الموجات الميكانيكية في ذاتها تنقسم إلى قسمين: موجات طولية وموجات